اليوم العالمي للقطن بيشكل فرصة جيدة لتجديد الالتزام برفع كفاءة مستوى استدامة قطاع القطن، وعندنا تقرير عن هذا الموضوع. بالتأكيد القطن مهم جدا لينا كمصريين ومهم جدا في الدخل القومي، والقطن واحد بيعتبر يعني من الـ الأشياء الهامة جدا جدا في مصر، على مدار في الصناعات الهامة بالضبط في مصر على مدار سنين كتير. فإحنا معانا تقرير عن القطن، هنخرج نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. خليكم هنا. يدعم القطن اقتصادات الكثير من الدول منخفضة الدخل والناشئة، على إثر ذلك يحتفل العالم باليوم العالمي للقطن لما له من أهمية ملموسة في حياتنا جميعا. القطن ده أدخله محمد علي في زراعته من قديم الزمن، وكان تعداد مصر أياميها كان تعداد قليل، وكان عندنا 5 مليون فدان، فكنا بنقدر نزرع 2 مليون ونص فدان، فكانت زراعة القطن من المحاصيل الرئيسية. لكن احنا لسه برضو عندنا مفهومنا ان احنا بنربط صناعة الغزل والنسيج بزراعة القطن. القطن المصري قطن جيد طويل التيلة، قطن مميز وأسعاره عالية، ويجب ان هو يستخدم استخدامات معينة، ما يقدرش يستخدمه في كل شيء. القطن بصفة عامة بيبتدي ان هو بعد ما بيتزرع بيبقى في عملية الحلق، والحلق ده هو نزع البذرة عن زهرة القطن، وبالتالي طبعا بيبقى ناتج عن عملية الحلق دي بذرة القطن، بيستخدم بعد كده في ريسايكل طبعا، في إعادة تدوير للبذرة دي ان بيستخرج منها زيت بذرة القطن. بعد كده بيخش القطن طبعا في مرحلة الغزل. الغزل في حد ذاته مش مرحلة واحدة قد ما هي عدة مراحل عشان يوصل في الآخر لفتلة أو فتلة قطن حسب المواصفات المطلوبة. يمتلك القطن العديد من المميزات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، فيوفر العديد من فرص العمل سواء كان في مراحل زراعته أو الصناعة أو التجارة، فهو واحد من أهم أعمدة سوق الأوراق المالية. موضوع القطن دوت يعتبر ده صميم شغلنا، يعني هنا بيجينا الأقمشة القطنية لمراحل الصباغة والتجهيز، بيفرق معانا نوعية القطن اللي جاي لنا ونوعية الغزول اللي جاي لنا من ناحية المسرح والمشط والمحرر. كل ما كانت جودة القطن أفضل، كل ما كانت مزرعة المشط أفضل، كل ما كان نسبة تشرب القماش للصباغة أفضل، كل ما بتاخد عمق ألوان أفضل وبرايتنس أفضل. القطن المصري طبعا لأنه هو طويل التيلة وبيتميز بالنعومة، فطبعا القطن المصري بيديني ملمس أحسن ويبقى جودته أحسن من أي قطن. ثانيا الوبرة، إن أي قطن مصري بيجي بيبقى وبرته أقل من الأقطان التانية، سواء بتيجي من الهند سواء بتيجي من الصين، فدايما القطن المصري معروف وبيتميز بالنعومة بالجودة، بيبقى جودته أحسن، بيبقى جودته في الإنتاج أحسن، بيبقى عيوبه على المكن أقل. القطن هو المحصول غير الغذائي الأكثر ربحا في العالم، هو أكبر الألياف الطبيعية ذات مصدر متجدد قابل للتحلل، مما يجعلها اختيارا جيدا كألياف صديقة للبيئة. عزيز داود، ميسات.